اليوم كان هذا أول اجتماع ديال هذه اللجنة الجهوية باش نبداو العمل في التفعيل ديال خريطة الطريق ديال الجهة ديال مراكش أسفي. وهذه اللجنة هذه غادي عندها واحد لو رول مهم بزاف، لأن هي اللي غادي تواكب التفعيل ديال هذه خريطة الطريق بالنسبة للجهة ديالنا، واتفقنا باش يكون واحد الليجان ديال العمل على جميع المشاريع اللي غادي يمكنونا باش نسرعوا في التنمية والتطوير ديال القطاع ديال السياحة في الجهة ديال مراكش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.